ازيكم؟ عاملين ايه؟ انتوا عارفين انا مين؟ انا العالم المعروف، انا العالم الشاطر جدا زنزون، انا اللي بسافر وبعمل تجارب كتير. مين بيحب هنا العلومه؟ طب مين جاهز النهارده يعمل معايا تجارب كتير قوي؟ كلكم جاهزين؟ قلت لك انا العالم المعروف. انا زنزون. لا انا زنزون. انا زنزون. لا انا زنزون. طب تعالى اقول لك حاجه كويسه، ايه رايك نعمل تحدي علمي نعرف مين هو زنزون؟ على فكره انا هكسب، انا العالم الشاطر، فانا هكسب، انا واثق من نفسي، انا جاهز. انا العالم الشاطر، لو عملنا تحدي هبان ان انا زنزون اكيد وكل اصحابي عارفين. انا هكسب التحدي، انا جاهز. جاهز للتحدي؟ انا جاهز. فين التحدي؟ طب زكوة، سؤال، هو اللون الازرق ده او الايس بوكس الازرق ده ممكن نحطه جواه كام بالونه؟ ده تحدي علمي صح؟ يعني كام بالونه جوه؟ لازم نفكر باسلوب علمي. فكر باسلوب علمي يا زكوة. خلي واحد اثنين ثلاث بالونات، ايه رايكم كام بالونه؟ ثلاثة؟ كام بالونه؟ واحدة؟ خمسة؟ أربعة؟ تسعة؟ واحد اثنين ثلاثة. طبعا انا اجابتي طلعت صح، ثلاث بالونات. شكرا. زكوة هات بالونات تاني. تعال خمسة بس. زكوة لو سمحت هات بالونات. سبعة بس. يا زكوة هاي بالونات. تسعة بالونات. عارف يا زكوة الايس بوكس ده ممكن ياخد كام بالونة؟ كام بالونة؟ زكوة مفيش حاجة تحت يا زكوة. ايه البالونات مش هنا؟ لا هو مش مفتوح يا زكوة. طب البالونات راحت فين؟ هو كان في ايه جوه الايس بوكس ده؟ عايز تعرف كان في ايه جوه الايس بوكس؟ مش هقول لك. الجو حر لازم تشوفه. زكوة لا اسمه بس. لا عطشان قوي حرام عليك. اديله ميه؟ قول له اسمع عني. بسرعة لو سمحت الميه بتاعتي. بسرعة. زكوة. لا 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 الميه بتاعتي. انا عايز اشوف الاول ايه اللي حصل للبالونات. جاهز يا نخول؟ عايز تعرف ايه اللي حصل للبالونة؟ زكوة دي البالونات انكمشت خالص. البالونات كشفت؟ ايه ده؟ دي بترجع تتنفخ تاني لوحدها. انت عايز تعرف ايه اللي حصل في الايس بوكس جوه؟ صاحبنا ده شاطر، كان عارف ان في نيتروجين سائل. النيتروجين السائل يا زكوة درجة حرارته 200 تحت الصفر. ساقع قوي. عشان كده يا زكوة البالونات كشفت. يعني زينا بالظبط في البرد، لما الجو بيبقى بارد جدا. بنعمل ازاي لما الجو يبقى ساقع؟ طب عارف لما بيبقى حر بنعمل ازاي؟ المية اتجمدت خالص. يا زكوة اكيد هتتجمد يا زكوة، ده ساعة قوي 200 تحت الصفر. طيب. عشان كده لازم يتجمد. طب انا لسه جعان، ممكن تجيب البصل وانا باكل البصل وهو ساقع. عايز هياكل بصلة؟ انا عايز البصل. عايز انت هتاكل بصلة انت كمان؟ اهي البصلة سليمة، دي أهم حاجة. البصلة زي ما هي يعني. ايه ده؟ البصلة اتكسرت زي الإزاز. البصل اتكسرت زي الازاز. هو ايه اللي حصل للبصل؟ يا زكوة البصله كان فيها ميه وسائل، السائل ده اتجمد يا زكوة وعشان كده بقت عامله زي الازاز. يعني الانسجه بتاعت البصله جواها سائل، السائل ده اتجمد؟ هو بقت عامله زي الازاز. انا هزيط. هو بوظ الاكل بتاعي والميه، انا بوظت له كوره بس هو ما يعرفش. انا جاهز، تعالى يا فول. زكوة فول. صدوا.
دي بجد؟ مرة كمان، جرب مرة كمان. اتفضل يا نافور. هشوط جامد قوي. جامد جدا. الكرة عادي اتجمدت زي الحاجات التانية. لو سبتها شوية هتبرد وترجع تاني زي يعني هي ممكن تبرد وترجع زي ما كانت؟ طب أكيد عجبك بقى النيتروجين ده. أنتوا اتبسطتوا؟ لحد ما تحضر التفاعل الكيميائي انا هشرب العصير بتاعي، ده عصير كانتالوب طبيعي جدا ومفيد. مين بيحب الكانتالوب؟ عصير؟ فين العصير ده؟ لا انا هشرب. زكوة! ده مش عصير يا زكوة! لا لا ده عصير. يا زكوة ده كيماويات يا زكوة! دي مادة كيميائية؟ يا زكوة ما ينفعش تتشرب ابدا ده. انا اسف جدا. انا هشرب مية، المية مضمونة. مخبول! امشي! خلاص امشي، انا هشرب مية، دي امان. يا زكوة! نعم. دي مش مية. لا لونها شفاف مية. يا زكوة مش كل حاجة شفافة تبقى مية. دي مادة كيميائية برضو؟ يا زكوة. ما اقدرش اشربها؟ لا. انا اسف. طيب. جاهزين للتفاعل؟ جاهزين صح للانفجار. انتوا جاهزين؟ نعد بصوت عالي من واحد لتلاتة. هنعد مع بعض. واحد اتنين طبعا. زكوة ما فيش حاجة يا زكوة. احنا متأسفين. لسه يا زكوة لسه. زكوة انت هتقلب معايا دلوقتي السائل ده بسرعة قوي جوه. بس هنعد مع بعض الأول. هنعد بصوت عالي كلنا. واحد اثنين ثلاثة. ايه ده يا زكوة؟ يا زكوة ايه اللي بيحصل؟ ده بيكبر يا زكوة. هيكبر لك كلنا. يا زكوة شايف الدخان اللي بيطلع؟ ده غاز الاكسجين يا زكوة. احنا بنتنفس ايه يا زكوة؟ بنتنفس اكسجين. احنا بنتنفس ايه؟ وبنطلع ايه؟ بنطلع اكسجين برضه. احنا بنتنفس اكسجين وبنطلع ثاني اكسيد الكربون. انا عملت تفاعل طلع غاز كتير اكسجين. اكسجين كتير قوي 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 قوي. حبستها في الصابون بتاع المطبخ. لو حبست صابون المطبخ هيعمل بابلز كتير؟ عمل بابلز كتير قوي.